السلام عليكم، وياكم محمد. الظاهر ريدمي ناويت لها هاي السنة وتريد تفرض سيطرتها على الهواتف المتوسطة والاقتصادية، فبعد طرحها للريدمي النوت 7 والنوت 7 برو وبأسعار تنافسية جدا ولاقت إعجاب الكثير من عشاق التقنية، هسه إجا الدور على الريدمي 7 اللي إجا بمواصفات وسعر خرافي، وتوقع هذا الهاتف راح يكتسح الفئات المنافسة من هواوي وسامسونج وأوبو وغيرها. في هذا الفيديو راح نتعرف على المواصفات التقنية للهاتف كذلك سعره المفاجئ، خليكم ويانا. بالبداية نبدأ بتصميمه اللي اختلف شوية عن النسخة السابقة ريدمي 6. هذا الهاتف احتلت الشاشة معظم أجزاء الواجهة الأمامية، تم استخدام النوتش على شكل قطرة الماء الووتر دروب نوتش اللي موجود به الكاميرا الأمامية، وبهيكل مصنوع من البلاستيك، وهذا شيء طبيعي حتى تكلفته ما تصير عالية. شاشة هذا الهاتف عملاقة بحجم 6.26 إنج من نوع LCD وبجودة الـ HD Plus 720x1520 بكسل، وبكثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنج، وبنسبة طول إلى عرض 19:9. تليفون ثقيل شوية بوزن 180 غرام. الشيء المميز بهذا الهاتف هو يعمل بتقنية الـ B2i نانو هايدرو فوبيك، وهي تقنية جديدة مقاومة للمياه، يعني من يدخل المي إلى الجهاز ما راح يتحرك المي إلى باقي أجزاء الهاتف، لكنه راح يبقى مجمع مكان واحد على شكل قطرات كبيرة، وبالتالي ما راح يتلف الجهاز بسبب المي. خلي أفاجئكم بشيء بعد، هذا الهاتف محمي بطبقة عازلة من زجاج غورن غوريلا كلاس الإصدار الخامس، وراح يتوفر بثلاث ألوان، اللون الأسود والأحمر والأزرق. أما على مستوى العتاد، هذا الجهاز يضم معالج من نوع سناب دراجون 632 80 نواة بتردد 1.8 جيجا هرت، وهو متقارب بالأداء هواية مع المعالج المستخدم بالهاتف الشاومي ريدمي نوت 5، والمعالج الرسومي راح يكون من نوع الأدرينو 506. وبالنسبة لخيارات التخزين، الهاتف راح يتوفر بثلاث ذاكرات وصول عشوائية اللي هي 2 و3 و4 جيجا بايت، وثلاث خيارات كذلك من ذاكرات التخزين الداخلية اللي هي 16 و32 و64 جيجا بايت. طبعا هاي الذاكرة تقدر تزيدها عن طريق منفذ البطاقة الخارجية المايكرو اس دي حتى 512 جيجا بايت. هاتف راح يجي بشكل مسبق مع نظام الاندرويد باي مع واجهة الام اي يو اي 10 اللي بيها الكثير من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة للكاميرات، الهاتف يضم كاميرتين خلفية مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل. هاي العدسة مسؤولة عن عزل الخلفية والتقاط الصور من خلال خاصية البورتري. طبعا الكاميرا الخلفية تقدر تصور مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل بسرعة 30 و60 أطار بالثانية. بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تجي بدقة 8 ميجا بكسل، تقدر تصور مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل بسرعة 30 أطار بالثانية. بطارية الجهاز ممتازة جدا بسعة 4000 ملي أمبير، يتم شحنها من خلال مايكرو يو اس بي 2، تدعم بطارية الهاتف شحن السريع بقوة 10 واط. بالنسبة لسعر هذا الجهاز، نسخة 2 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية و16 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية راح تكون بسعر 105 دولار، ونسخة 3 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية و32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية راح يكون بسعر 120 دولار، ونسخة الأعلى من هذا الجهاز اللي هي 4 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية وال64 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية راح يتوفر بسعر 150 دولار. طبعا الشيء المميز بهذا الهاتف، سعة البطارية كبيرة وتدعم شحن بسرعة 10 واط، كذلك شاشة العرض كبيرة، ويدعم نظام الاندرويد باي 9 مع واجهة الماي واي 10 الممتازة من شاومي. كذلك الهاتف يدعم شريحتين اتصال وذاكرة تخزين خارجية من دون الحاجة للاستغناء عن احد الشريحتين. سعر الهاتف طبعا ممتاز جدا، ومتوفر به هواية نسخ بالرام وكذلك بالسعة التخزينية، كذلك أداء ممتاز جدا خصوصا نسخة الـ 4 جيجا بايت. طبعا عيوبه انه جهاز ما راح يضم منفذ الـ USB Type-C، كذلك جودة الشاشة ضعيفة مقارنة مع حجمه الكبير، كذلك جسم الهاتف مصنوع من البلاستيك، هذا شيء طبيعي مقارنة بسعره. طبعا الجهاز واحد يسوى يشتري، شفتوا المواصفات أمامكم وسعره. طبعا هذا الجهاز راح ينباع أول شيء بالهند يوم 26 من هذا الشهر، ومن ينزل بأسواقنا العربية أعلمكم به. شاركوني شباب رأيكم بالتعليقات عن هذا الجهاز وعن سعره وعن مواصفاته، طبعا الرأي الأول والأخير راح يرجع لكم. هذا كل شيء شباب عندي بهذا الفيديو، إن شاء الله أشوفكم فيديو جديد. إذا عجبكم الفيديو سووا له مشاركة واشتركوا بالقناة إذا مشتركين حتى تدعمونا. في أمان الله.